حول هذا الموضوع معنا في الاستديو، استديو مركز الأخبار، سعادة النائب خالد الشارع عضو مجلس النواب. بداية نرحب بك سعادة النائب في الاستديو. أهلا وسهلا. طبعا كما لاحظنا في هذا التقرير بأن هناك علاقة ازدواجية بين قطر وبين حزب الله وبين قطر وعلاقاتها بإخوانها وشقيقاتها دول مجلس التعاون. في الوقت الذي كانت فيه دول مجلس التعاون تصنف حزب الله على أنه منظمة إرهابية، كانت قطر تدعم وتعقد الصفقات مع هذا الحزب الإرهابي كما شاهدنا في التقرير، بالنسبة إلى غيره أيضا من التنظيمات الإرهابية الأخرى. ما مصلحة قطر في ذلك وما هي الدلالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة. ثانيا، من الطبيعي أن لأي مجند أن يعني يطيع من جنده في العمل الموكول إليه. دولة قطر جندت من قبل النظام الإيراني، النظام الملالي الموجود للأسف الشديد يكون جار للخليج العربي، وجعل قطر عصا لهذا النظام داخل الكيان الخليجي الموحد. للأسف الشديد استطاعت إيران تجنيد هذا الصبي الصغير لكي يكون يعني شوكة في خاصرة الخليج العربي. طبعا هذه الشوكة بدأت العمل الدؤوب لها من منتصف التسعينات، عندما انقلب الحمد على الأب. واليوم حمد لكي لا ينقلب عليه أيضا تنحى وأعطى ابنه لكي لا يتم الانقلاب عليه وتتم تصفيته ويكون خارج الحسبة السياسية وخارج يعني المنهجية الإيرانية التي هو متبع لها. اليوم الخليج وقيادة الخليج العربي، السعودية هي يعني البعد الاستراتيجي للبحرين والحليف الاستراتيجي، والإمارات هو الأخ والحليف الاستراتيجي الأقوى أيضا في الخليج إلى السعودية. يعني يتم الاتفاق على أنه لابد من التوقف إلى هذا الحد، ولابد من يعني توجيه قطر لعمل الصواب. إن لم تفعل الصواب قطر في الـ يعني الأيام القادمة، لابد من أخذ قرارات أكثر صرامة من اللي يعني كانت الآن. حزب الله الإرهابي منظمة إرهابية مدعومة من إيران. نعم. لابد من المجند اللي هو قطر أن يتوائم ويتوالم مع يعني نظام الملالي أيضا في لبنان، وهو حزب الله يعني ماسكين جنوب لبنان ومهددين يعني يهددون شمال سوريا ويهددون البحرين بنفس النظام الإيراني. وبالتالي الدعم المادي والمعنوي والإعلامي من دولة قطر لابد أنه يكون هي حلقة تنظيمات إرهابية، وهناك تغطيات سياسية جاءت عن طريق دولة قطر. للأسف الشديد اليوم الخليج وعى، اليوم قيادتنا أخذت قرارات بالتصدي إلى هذا التخريب، بالتصدي إلى هذا الإرهاب، ونحن لابد الجميع لابد أنه يدعم هذا التوجه، توجه الصد والدفاع. وبالتالي لا، احنا لا نقول الهجوم، وبالتالي في حالة ان يعني احتجنا ان يكون هناك هجوم اكثر وكشف المستور فبيكون ان شاء الله. بالطبع. ولكن هناك كان سؤال يطرح نفسه دائما، لماذا قطر تتمسك بالإخوان المسلمين؟ لماذا كما يقال تغرد خارج سرب دول مجلس التعاون من خلال القيادة، من خلال الحكومة، حتى من خلال أداتها الإعلامية قناة الجزيرة كانت دائما تروج وتحتفظ بالإخوان المسلمين؟ ما وراء هذا تصميم على أن تحتضن هؤلاء؟ نعم، شوف أختي، لكل منظومة سياسية لابد أن يكون هناك قطاع ديني لها. القطاع الديني في إيران هو نظام الملالي ونظام ولاية الفقيه. نعم. النظام الديني لكي تكون عندك كلمة مسموعة
في عالم السياسة اتخذت قطر لابد أن هي يكون لها قطاع ديني، فاتخذت من الإخوان المسلمين القطاع الديني لكي يكون ستر وحجاب على الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب ويعني دس الدسائس بين دول مجلس التعاون وأيضا الانعكاس على الدول العربية. اليوم عندك أنت قطاع في سوريا لقطر هو نظام النصرة، وعندك اليوم قطاع أيضا سياسي لقطاع ديني وسياسي في اليمن اللي هو النظام الحوثي. نعم. وغيره من هذه الأنظمة. فهو اتخذ نظام الإخوان المسلمين ليكون له قطاع لسياسته المدعومة من إيران، هي حلقة موصولة ببعض، ونحن لابد ان احنا لابد ان يكون في تحاور زيادة في هذا الموضوع وظهور إعلامي اكثر لكثير من السياسيين وكثير من أعضاء مجلس الشورى المفروض يكونون موجودين، والمحللين أيضا في والكتاب لابد أن يكونون لهم ظهور إعلامي وتحليلي لما يسمى بهذه المنظمات وكشف المستور أيضا في الخليج العربي. ربما سؤالي الأخير نختتم بأن قطر اليوم لا تعي مدى حجم الخطورة الذي يعني لعبته من خلال دعمها لهؤلاء الإخوان المسلمين أو من خلال دعم حزب الله الإرهابي، لماذا لم تعي قطر هذا يعني هذا الخطر، خاصة وأن يعني الدمار كلف الكثير من الدول، دول المنطقة كلفها الكثير كسوريا والعراق وغيرها. احنا خلينا نرجع الى دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون كانوا على علم بما تفعله قطر، نعم، ولكن يعني حكم الجيرة والعشرة جعلوا قطر يعني على اساس انه ممكن يكون في خط رجعة وترد من خلال الاجتماعات الدؤوبة معاها، التفاوضات في يعني السرية بينها وبين بعض. دول مجلس التعاون تجتمع في الرياض تارة وفي الكويت تارة وفي البحرين تارة لتتفاهم، ولكن قطر أعتقد أن هي لقت الأرض الخصبة لأعمالها الإرهابية، ولقت أيضا الأرض الخصبة لكي تمتد في طقيانها في الخليج العربي، وأيضا هناك التوجيه، لا ننسى بين قوسين التوجيه الإيراني اللي احنا كنا الجميع متفق في الخليج ان قطر هي الجاسوس في او المعبر المعبر او الجاسوس النور الأصيل في دول الخليج العربي على دول الخليج. نعم. هي قطر، وهي العصا التي تستخدمها دول ونحن نقول نعم إيران استطاعت في من خلال 15-20 سنة اللي طافت ان هي تعلم بالخفايا ما يدور في بين قادة دول مجلس التعاون عن طريق قطر. نعم. وتكيد ونحن يعني الكل جميع المحللين يعلمون ان قطر يعني شنو هي المدى اللي وصلت لإيران به، هي تكون على علم بخفايا دول مجلس التعاون الخليجي. اليوم انكشف المستور والكل عرف ان قطر هي يعني صبي من صبيان دولة الملالي. نعم سعادة النائب خالد الشاعر عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.